وللحديث عن الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. ماذا نعني بالتدقيق العالمي لعملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بعد التقارير الجديدة التي أثبتت أن قرابة نصف معاملات البيتكوين مشبوهة وغير شرعية؟ مساء الخير على حضرتك، تحياتي لكم جميعا وللسادة المتابعين. الحقيقة يعني أنا سعيد بهذا التقرير لأنه تناول الجوانب المختلفة ولم يقتصر فقط على ذكر الأمور السلبية المتعلقة بالعملات الافتراضية. العملة الافتراضية هي الشكل الأحدث للنقود الإلكترونية وتكتسب قيمتها من حجم التعاملات داخل ما يعرف بالبلوك تشين أو سلسلة الكتلة التي تقيم نظاما متكاملا للتداول، بيقبل عملة معينة ويسخر في سبيل ذلك تقنيات شديدة التعقيد لحماية سرية وتدفق وتسوية العمليات. المشكلة الآن هي أن هذه العمليات تتمتع بسرية كبيرة جدا وأنها تتم بشكل لا تراه الدولة. تراجع دور الدولة أمام هذا الجانب الكبير والخطير في الاقتصاد هي مسألة توتر وتربك البنوك المركزية حول العالم. تماما كما تراجعت دور الدولة في كل في أماكن في مسألة الاقتصاد التشاركي مثلا، معروف الآن بأبليكيشنز كثيرة جدا بيستخدمها الناس في طرق المواصلات. تراجع دور الدولة حتى حديثا أمام بعض مطلقي الصواريخ إلى الفضاء، يعني نحن نتحدث عن طفرة كبيرة جدا في تراجع دور الدولة، ولذا طيب هو نوع من المخاطر يجب إدارته وليس تجنبه بشكل كامل. في ظل هذه المخاطر اللي ذكرتها حضرتك دكتور مدحت، هل مجيء هذا التدقيق يعد متأخر برأيكم بعد الصيت الذي حظيت به عملة البيتكوين تحديدا والتقلبات التي شهدتها؟ أعتقد أن التدقيق جاء في وقته المناسب لأنه أعقب مرحلة من التقلبات الشديدة ومرحلة من تدفق الكثير من السيولة داخل العملات الرقمية. حينما كانت السيولة التي تدور في هذه السلاسل المغلقة أو الكتل المغلقة محدودة لم يكن ينتمي إليها أحد. السلاسل المغلقة أو البلوك تشين كتجربة موجودة مثلا في مجال البورصات، في بورصة أوروبية اسمها تركواز، كانت السبب أو إطلاقها كان السبب في أن كثيرا من البورصات الأوروبية بدأت، حتى البورصات الأمريكية بدأت في الاندماج لأنها لا تقوى على منافسة القطاع الخاص. تماما كما ذكرنا تجربة الصاروخ الذي هو أقل تكلفة كثيرا مما تكلفه ناسا. طيب التكنولوجيا أعقد. دكتور، منع تداول هذه العملة كما فعلت الإمارات والسعودية ودول أخرى عدة، هل يمكن أن يكون حل ناجع لتجاوز أي تمويل مشبوه من خلال هذه العملة؟ أعتقد أن هذا نوع من أنواع الريسك أفيرجن أو تجنب المخاطر وليس إدارتها. قد يصلح في المرحلة الأولى لحين فهم وإدراك ورسم صورة طبيعية وواقعية لهذه التعاملات، لكن فيما بعد علينا أن ننتبه إليها، على البنوك المركزية أن تفكر كيف تعمل هذه العملات حتى تستطيع هي أن تنافس فيها، بل أن تكون قائدة لها ورائدة لها كما كانت في 1970 حينما تم اختراع الكارت الإلكتروني. كان الجميع يظنون أنه من العبث أو أنه من الجنون، لكنه الآن لا أحد يتعامل بدون البطاقات الإلكترونية. يبدو أننا فقدنا الاتصال. إذن على العموم شكرا جزيلا للدكتور مدحت نافع، حدثنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي من القاهرة.